أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تطوير المشاريع الخدمية والتنموية من خلال وضع الخطط والرؤى بما يتناسب مع احتياجات الأهالي في كافة مناطق المحافظة. جاء ذلك خلال تدشين سموه لأولى ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية تحت عنوان المكتسبات التاريخية في المحافظة الجنوبية، بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والخاصة. وقدم سمو محافظ المحافظة الجنوبية عرضا مرئيا حول تطوير المكتسبات التاريخية في المحافظة الجنوبية، مبينا سموه أهمية الحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدا سموه ضرورة إشراك الجهات الحكومية الخدمية في صياغة الرؤى المستقبلية لتطوير المواقع التاريخية بما يلائم المخطط العام لها. وناقشت الورشة عددا من المحاور الخاصة بالمواقع والشواهد التاريخية بالمحافظة، تضمنت مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين، والتي تسعى المحافظة الجنوبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى إقامة معرض للصور التاريخية التي تستعرض أبرز الشخصيات التي تلقت تعليمها بهذه المدرسة، ولمحة للمسيرة التعليمية بالرفاع ومدارس المحافظة الجنوبية. كما تمت مناقشة الوضع الحالي لعين وحديقة أم غفيفة وحديقة بوكوارة وحديقة الحنينية وعين حفيرة وبئر الشيوخ بمنطقة جو، وبحث الحلول القريبة والبعيدة المدى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمحافظة. من جانبه عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن ترحيب الوزارة واستعدادها لاحتضان مدرسة الرفاع الغربي للمعرض التاريخي، معربا عن إشادته بما تقدم به سمو محافظ المحافظة الجنوبية من رؤى وأفكار لتطوير المدرسة. وأعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع المحافظة في أهم المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية وخدمة الأهالي. كما أكد سعادة وزير شؤون الإعلام استعداد الوزارة للتعاون مع المحافظة في إنتاج الأفلام الوثائقية التي تبرز التاريخ العريق لمملكة البحرين بشكل عام والمحافظة الجنوبية بشكل خاص. وأشار سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أن الهيئة تتطلع للتنسيق مع المحافظة الجنوبية لتعزيز السياحة بالمحافظة لما تتميز به من مواقع وآثار تاريخية. وتعد ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية الأولى من نوعها على مستوى المحافظات في المملكة، وذلك بإشراك 19 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص. جميع الجهات الحكومية من وزارات ومن هيئات حكومية وكذلك بمشاركة القطاع الخاص هامة في تعاون وإيجاد حلول دائمة لإحياء هذه المناطق، وكذلك لمساهمتهم اللي نتمناها إن شاء الله لإحياء هذه المناطق ورجعها للذاكرة البحرينية. دور وزارة التربية في هذا الجانب، احنا اعتقد سوف نستفيد من إبراز هذه المواقع التاريخية وإعطاء نبذ عنها، لأنها مناطق لها بعد وطني بعد تاريخي، إضافة إلى أن أبناءنا الطلبة هم يشكلون ذاكرة ممتدة جيل بعد جيل، فلا شك أن هذه المعلومات حسب ما شرح سمو المحافظ سوف تتيح فرصة وستمكننا أيضا من تنفيذ العديد من الزيارات لهذه المواقع بعد إعادة تأهيلها بالصورة التي تم توضيحها. اليوم احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء ونشكر سمو الشيخ خليفة بن علي محافظ الجنوبية على البرشة. كان هناك حضور مميز من قبل أصحاب السعادة الوزراء ومختلف الهيئات الحكومية والخاصة، واحنا إن شاء الله سوف نتعاون في الحفاظ على المواقع اللي تم ذكرها اليوم. تم ذكر 4 عيون مهمة في
المحافظة الجنوبية، وأيضا تطرق إلى مواقع تاريخية هامة في المحافظة مثل قبر الشيخ علي بن خليفة وغيرها من أماكن مهمة أيضا. وإحنا إن شاء الله كهيئة من تعاون مع المحافظة في وضع البرامج والخطط في فترة زمنية محددة، وإن شاء الله سوف ترى هذه البرامج كلها النور في عام 2018 بإذن الله.